شكرا أمين. مشاهدينا، موضوعنا القادم عن التجارة الإلكترونية، فهي واحدة من المفاهيم التي باتت منتشرة في عصرنا الحالي وخاصة في الآونة الأخيرة مع الإقبال المتزايد عليها بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم. فما هي هذه التجارة؟ ما هي مميزاتها؟ حول هذا الموضوع نتحدث مع الاختصاصي في علم المحاسبة والبرمجيات عبد الرحيم عبد القادر الذي ينضم إلينا مباشرة من الرياض. صباح النور عبد الرحيم. النيل يجري في دمك باختصار. شكرا. صباح الخير سارة، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة العرب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بك. بداية عبد الرحيم، خلينا نتكلم عن التجارة الإلكترونية، ما هي؟ إذا بتساعدنا بتعريفها. نعم، ببساطة التجارة الإلكترونية هي عملية إتمام البيع والشراء عن طريق الإنترنت، اللي هو بيتمثل في بواقع إلكترونية وتطبيقات، سواء كانت عمليات شراء وبيع داخل حدود وطنك أو خارج وطنك. طيب الأنواع الرئيسية، لو عايزين نتكلم عن الأنواع الرئيسية للتجارة الإلكترونية، أدينا أمثلة أكثر. ممتاز. طيب، في مجموعة من التصنيفات للتجارة الإلكترونية، أهمها البي تو سي أو بيزنس تو كاستمر. دي التجارة اللي هي بيكون فيها الموقع بيبيع منتجات تستهدف المستخدم النهائي، زي مثلا موقع أمازون، لما تشتري منه هاتف ذكي أو لما تشتري منه أي جهاز ثاني، ده يعتبر بي تو سي. كذلك في نوع ثاني اللي هو البي تو بي، بيزنس تو بيزنس، مثال اللي هو الشركات العاملة في مجال المقاولات، إذا احتاجت مواد للتشييد وما شابه، تشتري من مواقع مثلا بالجملة على سبيل المثال، أسمنت وحديد وما شابه، فدي تعتبر بي تو سي. كذلك في سي تو سي اللي هي كاستمر لكاستمر، نموذج للسي تو سي أو عميل لعميل، مثلا زي خدمة أوبر على سبيل المثال، اليوم تستطيع طلب تاكسي، خدمة توصيل عن طريق الابليكيشن أو التطبيق، فهنا الخدمة كانت من عميل من عميل إلى عميل آخر. كذلك في نوع اللي هو البي تو جي، البيزنس تو جفرمنت، اليوم في بيزنس تو جفرمنت، نعم، على سبيل المثال الوزارات والجهات الرسمية بتحتاج منتجات، فبتشتري من الشركات الموجودة في السوق، فده يعتبر من البيزنس للجفرمنت. كذلك من الجفرمنت للبيزنس، يعني على سبيل المثال المدفوعات الرقمية، اليوم إذا أجريت أي خدمة حكومية أنت بتدفع رسوم، ففي شركات مشغلة لإتمام عملية الدفع بتاخذ مثلا مبلغ بسيط، فدي تعتبر من الجفرمنت للبيزنس. دي التصنيفات الرئيسية، وكل يوم طبعا بتتطور التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، وحنشوف تصنيفات جديدة إن شاء الله. طيب إذا عاوزين نتكلم عن فوائد التجارة الإلكترونية، وين هي؟ بالفترة الماضية مع انتشار جائحة كورونا، ربما انتقل الكثيرين من أنواع التسوق العادي إلى التجارة الإلكترونية، أو التسوق عبر الإلكترونية، خلينا نقول. أخبرنا أكثر عن فوائد التجارة الإلكترونية. طيب، عشان نتحدث عن فوائد التجارة الإلكترونية، خلينا نأخذها في ثلاث محاور. الفائدة الأولى اللي بتخص المستهلك، بالنسبة للمستهلك بيستفيد توفير وقت، اليوم أنت إذا عايز تشتري أي منتج ما عليك إلا ترفع تلفونك وتطلب المنتج، فهنا في عامل الوقت اللي تحافظت عليهم. كذلك التجارة الإلكترونية بتوفر لنا خيارات متعددة، اليوم أنا إذا عايز أشتري تيشيرت أو قميص، لو عايز أمشي السوق حضطر أزور 7-8 محلات تجارية، لكن عن طريق التجارة الإلكترونية استطيع أتنقل بين التطبيقات بكل سهولة، وظهرت تطبيقات ذكية جدا بتساعدنا في عملية المقارنة، موجودة اليوم الناس ممكن تستفيد منها. كذلك بنستفيد من توفر المراجعات على المنتج، من الأشياء الذكية اللي نفذتها شركة أمازون اللي هي موضوع التقييم للمنتج، تستفيد من خبرات الناس اللي سبقتك واشترت المنتج إذا فيه عيوب أو فيه أي مشاكل. كذلك في حالة بيع الكتب الإلكترونية، توصيل المنتج بيكون سريع جدا، يعني اليوم إذا اشتريت كتاب إلكتروني بيوصلك على الإيميل في دقائق، فدي فائدة عظيمة جدا. طيب، بالنسبة للشركات، فوائد التجارة الإلكترونية بتتمثل في أنه ساعد الشركات على الانتشار بشكل كبير، سوقك أصبح هو العالم كله ببساطة، كأنك متجر إلكتروني، عميلك يكون من أمريكا، من البرازيل، من أي مكان حول العالم. طيب، كمان للشركات استفادت من ميزة التسويق، التسويق اليوم أصبح علم كبير جدا، تستطيع استحداث عملائك بشكل دقيق جدا في مجال مثلا منتجات التجميل،
انا اقدر استضيف استهدف فئه النساء تحديدا عشان تظهر لهم الاعلانات وتظهر لهم النشرات الخاصه بمنتجاتي. كذلك التجاره الالكترونيه ساعدت الشركات في انه راس المال قليل، يعني ما بتحتاج تستثمر مبالغ كبيره جدا، تستطيع فتح المتجر الالكتروني باقل التكاليف. ممكن ما نقول اقل التكاليف، لكن مقارنه بالتجاره التقليديه تعتبر التكلفه قليله جدا. طيب المحور الثالث والمهم بالنسبه لنا كمجتمع، التجاره الالكترونيه وفرت فرص عمل لكثير من الناس هم موجودين في بيوتهم. واشهر نموذج للحاجه دي بتلاقيه في موقع اسمه اب وورك. اب وورك هو من اشهر المواقع العالميه، تستطيع الدخول على اب وورك بتلاقي ناس تبني لك ويب سايت، تصمم لك لوجو، تعمل لك مجموعه من الخدمات موجود في بيتك. في نموذج لها مشرف عربي اسمه خمسات، موقع رائع جدا بيقدم لك كل الخدمه بخمسة دولار، تسويق، تصميم، عده مجالات. حصولنا على المنتجات بلا شك بيساعد في تحسين رفاهيه حياتنا، عشان كده التجاره الالكترونيه بتسهل علينا نحصل على المنتجات باسعار كويسه، فحياتنا بتتحسن يعني بشكل عام. نعم، عبد الرحيم ذكرت التسويق وسهوله الوصول الى المستهلك، ماذا ايضا؟ ما هي الخيارات التي تجعل التجاره الالكترونيه خيارا جذابا بالنسبه لرواد الاعمال؟ نعم، بالنسبه لرواد الاعمال طبعا التكلفه. رواد الاعمال دائما بيعانوا من مشكله راس المال، ودائما في مقوله في عالم التجاره انه راس المال جبان. فالناس ما بتحب تخاطر بمبالغ كبيره في 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 مجال التجاره الالكترونيه، تستطيع فتح متجر الكتروني ببساطه من غير الحوجه الى فتح فروع وتكاليف بناء وتشطيب وديكورات، هو متجر الكتروني فقط. فاول خيار لرواد الاعمال دائما التجاره الالكترونيه، سواء كنت بتبيع منتجات بتبيع خدمات الامر سيئ. الحاجه الثانيه في التجاره الالكترونيه لرواد الاعمال، العالم كله هو سوقك، يعني العالم هو امتداد لتجارتك بشكل واضح، يعني عميلك يكون موجود في اي مكان. الميزه الثالثه والمهمه انه متجرك دائما مفتوح عن طريق التجاره الالكترونيه، ما في حاجه اسمها دوام من الساعه 8 للساعه 4، لا، المتجر مفتوح 24 ساعه، تستطيع يا استاذه ساره اليوم تدخل على اي ويب سايت تشتري الساعه 1 صباحا 6 الفجر اي وقت. فدي اهم ثلاثه مميزات لرواد الاعمال. طيب ذكرت انه سهل جدا انه ايا كان يفتح تجارته الالكترونيه، هل هذا صحيح؟ يعني هل يمكن لاي انسان ان يفتح تجاره الكترونيه خاصه به؟ وماذا عن الميزانيه المحدده لذلك؟ من الصعب انه نحدد ميزانيه للدخول للتجاره الالكترونيه، تعتمد على 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 عده عوامل. على سبيل المثال اذا كنت في دوله متطوره جدا تقنيا، فمن السهل انك تفتح موقع الكتروني وتستهدف العملاء، لكن في الدول الفقيره تقنيه بتواجهك صعوبات كبيره جدا، تكلفه تطوير موقع يعني قد تكون في مشكله انك تلاقي مزود خدمه محلي يصمم لك الموقع ويقدم لك الخدمات، واهم مشكله اذا كان الخدمات اللوجستيه مثلا سيئه. هي فكره التجاره الالكترونيه بتكمن في انه انا صاحب المنتج وفي ناس ثانيه بتساعدني على الانتشار، اللي هي بتتمثل في الخدمات اللوجستيه، توصيل وما شابه. لكن اذا انا اليوم بفتح الموقع وبقدم انا الخدمات اللوجستيه اصبح العبء كبير علي هنا. من الصعب نحدد ميزانيه، لكن لو تكلمنا عن التكاليف التقنيه، يعني مثلا فكره انشاء موقع وعرض المنتجات، دي تعتبر اليوم رخيصه، كل يوم قاعده تكون ارخص بسبب المنافسه، فصعب انه نحدد الميزانيه بحسب بلدك بحسب مجموعه عوامل اهمها العامل اللوجستي. يعني ربما هناك بعض التحديات او غيره، ولكن تبدو الفكره جدا جذابه، وبطريقه ما ربما هي الاسلوب الذي سيكون اكثر رواجا للتجاره في العصر القادم الاختصاصي في علم المحاسبه والبرمجيات. عبد الرحيم عبد القادر كنت معنا مباشره من الرياض، شكرا جزيلا لك. أهلا ويومكم سعيد ان شاء الله.